سجل سيباستيان لوب فوزا مؤكدا لفريق البحرين ريد اكستريم في المرحلة الرابعة من رالي ابو ظبي الصحراوي 2023، ليعزز بذلك مساعيه للفوز بلقب بطولة العالم للراليات الصحراوية. وجمع لوب وملحه فابيان لوركن بسيارة برو درايف هانتر اكبر عدد من نقاط البطولة اليوم من خلال الفوز بالمرحلة قبل الأخيرة للرالي، وإذ تمكن لوب من تحقيق انتصار آخر في المرحلة الأخيرة غدا، فسيحظى بميزة صدارة البطولة بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه قبل التوجه لخوض غمار الجولة الثالثة من البطولة في أبريل في المكسيك، يليها جولات الأرجنتين والمغرب.